المؤتمر شهد حضورا واسعا من المختصين في المجالات الطبية والفنية بهدف تبادل الخبرات والآراء وطرح التحديات ومناقشة آخر التحديثات التي توصل إليها علم المختبرات الطبية. المؤتمر الثالث لقسم المختبرات الطبية في مسندم جاء لرفع المستوى الخدمة المقدمة وكذلك لعمل شبكة بين الخبراء في مجال التواصل بالنسبة للمعلومات الطبية وكذلك مناقشة آخر التحديثات في هذا المجال. الهدف منه طبعا هو إثراء علم المختبرات، وخاصة في هذا الشهر احنا نحتفل في يعني هذا الأسبوع نفسه هو أسبوع المختصين بالمختبرات الطبية من 21 إلى 27. 23 كان اليوم العالمي للمختبرات، و15 أبريل كان اليوم العالمي لفني المختبرات. المؤتمر اشتمل على تقديم أوراق عمل تضمنت عدة محاور أهمها مقاومة المضادات الحيوية وتطبيق برنامج مكافحة العدوى ومراعاة الجودة الشاملة داخل المختبرات التشخيصية، وأهم محور هو السياسة الوطنية لنقل الدم الآمن داخل السلطنة ومناقشة محور الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا في السلطنة والشرق الأوسط وكيفية التشخيص الصحيح لها. في إطار خطة الشركة الاستراتيجية لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات والكوادر الوطنية المؤهلة والعاملة في مختلف المؤسسات الصحية، قدمت الشركة ورقتي عمل. الورقة الأولى كانت بعنوان الإدارة الآمنة في التخلص من نفايات الرعاية الصحية، أما الورقة الثانية تعلقت بالتقنيات المتبعة في إدارة ومعالجة نفايات الرعاية الصحية. يعتبر قسم المختبرات من الأقسام الأساسية التي تعنى بالتشخيص المخبري للمرضى، كما يعد رعاية شركة بيئة للمؤتمر تعزيزا لشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. تقديم الخدمات الصحية الجيدة والناجعة لابد أن يقترن بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية العاملة بهذا المجال بشكل متواصل ومستمر. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحري.